مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل بسكوت للكيتو دايت لمرضى السكر، كتير هو سريع ومميز. يلا على الوصفه. عندنا هان جوز الهند، والمكسرات هي اختياري لوز فول سوداني حسب ذوقكم، وبيض، وبديل السكر النوع والكمية اختياري، وبيكنج باودر. نستخدم بشر ليمون ونعصر نص ليمونة. واحد كوب جوز الهند 75 جرام، لوز ني 1 كوب 150 جرام. التحلية بديل السكر النوع والكمية اختياري، بيكنج باودر معلقة صغيرة، بيض عدد 2. نبشر الليمون ونعصر نص ليمونة وبنطحنهم حتى تكون العجنة متماسكة. من فترة لأخرى بنقلب الخليط منشان الخلاط يمشي معنا. مثل هيك لازم تكون العجنة، يعني من فترة لأخرى بنقلب الخليط منشان يمشي الخلاط. مثل هيك لازم تكون العجنة متماسكة. شايفين كيف؟ بنعمل الحجم المناسب لإلنا. بنعمل أنا هعملهم 12 القطعة، أنتوا اعملوا الحجم المناسب لإلكم، ولكن هو هيك أعتقد أنه مناسب الحجم. نستخدم كوب، نعمل الشكل اللي احنا بنحبه حسب ذوقكم. ممكن نعمل حزوز 2 3 4 حسب ذوقكم التشكيلة. نشغل الفرن مسبقا 160 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. هذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة. نتركها تبرد تماما. ممكن نستخدم الفول السوداني أو أي نوع مكسرات إحنا بنحبه، كتير روعة وسريعة جدا. كتير هو روعة ومميز. الناس الموجودين عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى يشتركوا عندي بالقناة على اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، منشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.